ازيك يا نوال؟ انت ايه اللي جابك هنا يا زهر؟ يعني كان بيعمل عندك ايه يا نوال؟ ايه السر يا نوال؟ انت كان عندك حق يا زهرة. ماجد ما ماتش، ماجد عايش، بس مش ماجد القديم اللي انت تعرفيه. ماجد فقد الذاكرة وما يعرفش حد في الدنيا غيري انا. انا اللي انقذته من الضياع اللي كان فيه. أصلاً علاقتك بإيه؟ ماجد جوزي على سنة الله ورسوله. السفلة، هي انتي السفلة. أنا مش سفلة يا زهر، أنا حبيته زي ما انتي حبيتيه، ولو كنت اتجوزته قبل ما تحصل له الحادثة ما كنتش هفكر اتجوز واحد غيره، ومش من مصلحتك ان ترجع له الذاكرة، لأنه هيعرف إنك اتجوزتي صاحبه بعد خبر وفاته بكام شهر. ساعتها هتبقي إنتي اللي سافلة في نظره مش أنا. بطلي أنانية بقى. إنت عايزة إيه؟ عايزة تاخدي كل حاجة؟ إنت عارفة إنت عملتي لنفسك إيه؟ إنت بقيت زوجة للحاج فرج، وزوجة لماجد، وزوجة لفريد. عارفة ده معناه إيه؟ معناه إنك تدخلي السجن يا زهر، واحسن لك تبعدي عننا بقى. واذا كان على ماجد انا ممكن اخليه يطلقك عشان فريد يبقى هو جوزك الشرعي، ولو اني مش عارفه الحاج فرج ساعتها هيعمل ايه، هيوافق ولا لا. وتفضلي بقى من غير مطرود، يلا عشان عايزه استريح ومش عايزه ماجد يرجع ويلاقيكي هنا. واوعي تفكري انك تتكلمي معاه ولا تفكري باي حاجه، لان ساعتها هيكتشف انك زوجه رجاله كتير قوي. يلا اتفضلي اطلعي بره يا زهر.
هيا. هي كانت هنا؟ هي مين دي؟ الست اللي قابلتها في شرم الشيخ واللي عرفت اسمي، انا شفتها قدام العماره واخدينها بعربيه اسعاف. انت كلمتها؟ ما لحقتش اكلمها. ايه يا حبيبي؟ بقى انا بقول لك انا هموت من الجوع، وانت جاي تقول لي الست بتاعت شرم الشيخ؟ يا سيدي ما يمكن واحده بتشبه عليها. انا ما بشبهش يا نوال، انا متاكد ان انا شفتها، نفس الست اللي قابلتني في شرم الشيخ. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم. نوال، انت متاكده انها ما كانتش هنا؟ في ايه يا ماجد؟ انا تعبت من الموضوع ده، انا زهقت. انت تسافر بقى، انا اعصابي تعبت. انا هنا. مش عارف بس ايه اللي حصل لها ده؟ حصل لها ازاي؟ معقولة؟ أنت فين يا فريد؟ قافل تليفونك 24 ساعة يا حبيبي. لا يا حبيبي ما يصحش كده. أنت عارف إنهم طلبوني من شوية وقالوا إن زهرة راحت المستشفى وما لحقتش أعرف منهم هي فين ولا في أنهي مستشفى. طب ما يمكن هتولد. لا أنا ما أعرفش في أنهي شهر وأنا مخي دفتر. طب أنا هتصل بيها وأعرف إيه الحكاية وأطمنك. سوسو، حظك معايا وحش قوي يا حبيبتي. مراتي هتولد ولازم اوصلك دلوقتي واروح لها المستشفى، بس اوعدك لو جابت بنت هسميها سوسو. ماشي حبيبي. يا جماعه، انت يا عم خلي اللي انت بتعيط، اختك فين وايه اللي حصل لها؟ اخلص اسكت، تيجي عين تتكلم. ادعي لها وانت مش بتشتغل عندها، ازاي تسيبها تمشي لوحدها؟ شوف بقى يا باشمهندس، بغض النظر عن شغلتك يعني وطريقتك في الكلام معانا، مش اخوها بيقول لك ادعي لها؟ انا بقى مش عايزك تدعي لها. وبعدين انت مالك يا اخي بشتغل عندها ولا المحامي بتاعها؟ جيت من شغل على هنا؟ لا خليها يا اخي، ادعي لها عشان خاطرك. وبعدين تلاقيها كانت عند حد من اصحابها او حد من العملاء اللي بتشتغل معاهم. ومين اللي جابها هنا يا خليل؟ يا عم انت هتعمل لي فيها مفتش مباحث اسم العجوزه وتفتح لنا سن قديم؟ انت مالك يا اخي اللي جابها جابها؟ بقول لك ايه يا استاذ باشمهندس، انت ما تعملش شاطر على بنت ضل عليا. انا بحب اختي اكتر ما انت بتحبها. في ايه؟ ما تبس انت وهو وده وقته برضه يا جماعه، ونقر وخناق. وبعدين بقى صراحه راجل معذور، دي مهما كان مراته. ماشي مراته ما فيش حاجه، بس شايفه اهو داخل عمال يقصر ويسال فينا زي ما يكون عايز يعمل لنا بطاقه رقم القوم دي. خير خير يا دكتور. فين جوزك؟ انا جوزك. للاسف الجنين مات وكان لازم نعمل كده عشان ننقذ صحه الام. في طريق اختي فداها 2 مليون جنيه. الحمد لله على سلامتها، اهم حاجه هي كويسه. بصراحه هي تعبت لانها نزفت كتير. طيب ممكن ادخل اشوفها؟ هي في العنايه المركزه دلوقتي. بص على فقر مش هتشوفها. انا في اسكندريه نومي. معقول؟ ازاي ده حصل؟ لازم وقعت وهي نازله من عندي. عرفت كل حاجه. يعني هي دلوقتي اتاكدت ان اللي انت متجوزاه ده فعلا ماجد؟ طب كويس ان انت سافرت بسرعه زي ما قلت لك. بقول لك ايه؟ هو هتكوني جبت لها سيره ان انا اعرف حاجه عن حكايتك انت وماجد دي؟ لا طبعا مش عايزاها تكرهك. ده انا عايزاها تحبك عشان تحل عن سمايا انا وماجد. انت ليه مش عايز تصدقني؟ بقول لك اطمن. المهم انت وجوزي خليكوا عندك لحد بقول لك تعملي ايه؟ فلوس تاني؟ ما انت واخده على قلبك قد كده. هتصرف في مبلغ وابعتهولك. يلا سلام. ايه؟ انت مش بتتغدى ولا ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ يا رب حتة العيل اللي كان هيربطني بيها يموت وهو لسه جنين في بطنها. ليه يا ابني؟ انت مش ناوي تخلف منها ولا ايه؟ خلف؟ والله ما انا عارف يا ماما. امال مين اللي عارف؟ هو انا مش عارف اكمل معاها ولا لا اصلا. يعني ايه؟ انت ناوي تطلقها؟ اطلقها؟ اطلقها مين يا اختي؟ والنبي انا خايف ايه اللي طلقني؟ ايوه هطلقك.